عشان كده تعالوا بقى ندخلكم اجواء البطوله شويه ونستعرض بقى مجموعات البطوله ويعني نشوف توقعات مين الفرق اللي هتصعد. وكالعاده يعني توقعاتي ما بتخرجش الميه زي ما انتم زي عارفين. قطر كده، واسال الدوله المنظمه اسال مجرب يعني انت الزمالك القطريين قالوا احنا ايوه بقى عندنا انت مشكله مع البرنامج ده بسبب انت احمد عايز حسام. يعني قطر بتلعب كاس عالم اول مره وانا قلت اطلع، كنت بشجع كده ان هم فرقه عربيه وبقيه يصعدوا يعني. الفرق ماشي. ماشي نروح للمجموعات واحفظوا يا جماعه التوقعات دي. دي المجموعه الاولى منتخب كوتيفوار غينيا طب ما نقول بيساو. حاجه الاول، طيب قول النظام هيمشي ازاي؟ هو قول انت هتقول اول وتاني بالترتيب، مش اتنين من هيصعدوا لا وخلاص؟ لا ما نقول ثلاثه الله اثنين هيصعدوا والمجموعه دي يصعد منها ثالث، مش لازم نرتب لا عشان لا لا، هي ما بتخلف هي معايا في التحدي في الترتيب. كده، هو التحدي في كده، النقط الترتيب ليه نص نقطة زيادة، تمام الترتيب ليه نص نقطة زيادة، خلاص والأول والتاني اللي هي النقطة العادية اللي أنت بتاخدها، الفريق الأول هو نقطة، التاني نقطة، فرق معاك بتاخد نص نقطة. خلاص تمام. نروح يلا بينا. المجموعة الأولى كوتيفوار غينيا بيساو غينيا الاستوائية نيجيريا. ابدأ فارس بالتوقعات. كوت ديفوار الدولة المستضيفة أول ونيجيريا تاني. تمام انا كده مش هختلف في التحدي بقى، ما خد طب ريسك على انت نيجيريا، عايز اخدنا اول مجموعه اخد ريسك فيها. لا خليني اقول كوتيفوار نفوز اول. باللذات إلا كل مغامر لا لا قلبي. لا ما تخلينيش اقول لك نيجيريا تالت بقى، بس خلي نيجيريا تاني. تمام. المجموعه الثانيه المجموعة التانية مصر وغانا وموزمبيق وكاف فيردي. مصر أول غانا تاني. ايه؟ ايه انت عايز تقول غير كده؟ عمال تقول لي التفاؤل وموزمبيق وبدأنا، جيت هتعطل هنا. مصر اول غانا تاني. ماشي الناس بتغير آراءها يا جماعة بس مفيش مشكلة. لا احنا كده مش طب ما طب لا لازم نتوقع التالت مين. لا التالت بعد المجموعات تمام ممكن اصل نتوقع، كده لان هم طبعا اربع توالت. يعني مجموعة مصر مش هنقول غير مصر اول وغانا تاني وان شاء الله تبقى ونرجع مصر اول. للاربع توالت من الستة ماشي مجموعات. تعالى المجموعة التالتة السنغال وجامبيا والكاميرون وغينيا. خليني بقى ايه ابدا انا المره دي عشان اقول السنغال اول الكاميرون تاني. تمام، متفق معاك. السنغال اول والكاميرون تاني، دي المجموعه سي فيها السنغال اول والكاميرون تاني. نيجي بعد كده للمجموعه الرابعه، بوركينا فاسو موريتانيا الجزائر انجولا. انا بقول الجزائر اول وبوركينا تاني. انا بقول بوركينا فاسو اول. ياه لازم اخد الريسك صعبه بقى، دي، ده الجزائر لازم يعني. اخد الريسك. لا ما الجزائر عملت بطولة سيئة المرة اللي فاتت والجزائر تاني. تمام ماشي. المجموعة كرمنا الخامسة، يا رب من عندك. طبعا الاخوة الاشقاء في الجزائر ما يزعلوش، احنا انت نتمنى ترند الصعود النهاردة طبعا. في الجزائر، انت في وهران دلوقتي الترند. يعني اتمنى ما يزعلوش. بوركينا فاسو اول والجزائر تاني. المجموعة الخامسة تونس ناميبيا مالي جنوب افريقيا. المجموعة دي محيرة. قول يا نجم انت اي حاجة محيرة قول. ليه. طب ما دي انا قلت بوركينا فاسو طيب والجزائر. انا بشوف ان المجموعة دي تونس اول مالي تاني. تونس اول مالي تاني. جنوب افريقيا تاني. جنوب افريقيا تاني. ده اه ما دي انا هتفرق جامد دي. بيرسي تاو ان شاء الله يعمل حاجه، يعني ديانج ده مش مننا. هيصعد تالت ان شاء الله ده ابننا طبعا. طيب المجموعة السادسة المغرب وتنزانيا وجمهورية الكونغو وزامبيا. وزامبيا. المغرب والكونغو. المغرب والكونغو اول وتاني، وانا اه برضو متفق المغرب والكونغو الديمقراطية تاني. احنا هنا عندنا اربع توالت تقدر تختارهم. طب خلينا بس الاول نركز ونراجع عشان نعرف انت يلا ايه. انت نراجع. يعني انا خدت المجموعه الاولى كوتيفوار نيجيريا، انت اتفقت ونفس معايا. الترتيب مصر كوتيفوار غانا نيجيريا. متفقين. تمام السنغال الكاميرون. متفقين في هي الترتيب المجموعة برضو. الرابعة بوركينا فاسو الجزائر. اختلفنا انا قلت الجزائر بوركينا. تمام وانا قلت بوركينا الجزائر. والمجموعة الخامسة انا قلت تونس جنوب افريقيا، انت قلت تونس مالي. ده حقيقي اه المجموعة الستة اتفقنا المغرب والكونغو. اربع توالد بالظبط، بقى حضرتك قول لي. اربع توالي تقول لي بتسالنا الاول. ماشي خلينا بس يعني نروح للي انا شايف ان فرصه اعلى الاول. طبعا جنوب افريقيا دي من المجموعات اللي هي مرشحه انا بقول فكره. مالي، انا معاك في نفس المجموعه دي، الثلاثه دول هيصعدوا ان شاء الله ما هو ده هيفرق بقى في حته النقط الترتيب. للترتيب. ماشي انا بشوف ان في المجموعه بتاعتنا كاب فيردي ايضا لا حظوظ، تمام. وجامبيا تمام وانجولا. حلو قوي، كويس انت قلت جامبيا دي عشان انت شكلك هتتعور فيها.
انا بروح ل يعني خلينا نقول الاول كاب فيردي معانا، ومعانا مالي اللي هو اختار طبعا جنوب افريقيا، لكن هي دي في المجموعه، وفي مجموعه بوركينا فاسو، الجزائر، موريتانيا، انجولا، بوركينا فاسو، الجزائر، موريتانيا، انجولا. انت جاي تذاكر هنا؟ لا انا اروح لغينيا في المجموعه الثالثه، مش جامبيا، هروح لغينيا. تمام. تمام كده انا اخترت كام تالت انا كده؟ انا تهت بقى. مالي، لا ما هو مالي في المجموعه الخامسه، ماشي، اللي انا مختار فيها جنوب افريقيا. المجموعه الثالثه انا مختار غينيا، اللي انت مختار فيها جامبيا، تمام. المجموعه الثانيه انا مختار كاب فيردي، المتفقين في دي. يبقى متفقين في كاب فيردي. تمام. هختار غينيا بيساو في المجموعه الاولى. غينيا بيساو في المجموعة الأولى، يبقى أنت كده الأربعة: غينيا بيساو، كاب فيردي، غينيا، ومالي. مالي. طيب أنا الأربعة هم كاب فيردي، جامبيا، أنجولا، وجنوب أفريقيا. بس هتعشي انت فريق عمل البرنامج بعد ما تخسر ال ده على الهوا التدبيسه دي. عارف انت الثق، وفي الاخر انا بخسر. ماشي، انا موافق. فريق البرنامج يتعشى على حسابك بعد الخساره دي. ده لو انت خسرت يعني. انا مش هخسر يا فارس. طب ماشي خلاص. تمام. الرابع بكام نقطه؟ الاحسن توالت الاربع فرق. لا دي ما انت بنقطه؟ لو طبعا. خلاص ماشي، هتفرق جامد دي. وترتيب المجموعه بنص. والاول والتاني نقطه. خلاص نقطه. خلاص زي الفل. هنعمل جدول بالنقاط بعد نهايه دور المجموعات. ولسه عندنا بقى وبلاش بعد بقى كده طريقتك بقى في كل مباراة وفي كل مجموعة تقعد تدعي وتقعد تشجع وتبعت لنا. احنا هنرحل لسه، ده في دور 16 وده في معمعة هتحصل. تمام. بس اخر النقط في البطولة. لا لا، ايه ده؟ لا اخر لا، النقط في البطولة. عاش تاني الناس اخر تاني. النقط، هو الناس ما وراناش غيرها، واطعام مسكين يعني. مش كل راوند هنعشي الناس. هو في اخر البطولة اللي عنده نقط يشيل. خلاص.